دخل ماسك المصحف وسجادة الصلاة وبيعيط ومنهار في قاعة المحكمة واتحط في القفص، ومن جواه عارف مصيره هيكون ايه. صرخ بعلو صوته وقال: انا مش خايف اني افارق الحياة، وعاوز ادافع عن زوجتي وبرأها من تهمة الافعال غير الاخلاقية، وانها كانت بتعرف عليا رجالة، لان ده كان عمل معمول لها علشان تشتغل في تجارة الافعال المنافية للاداب. انا عايز فتوى من الازهر بوجود اعمال. ده كان كلام امين الشرطة اللي أنهى حياة 7 أفراد بالأسكندرية في لحظات وب28 طلقة، خلص على الكل حتى اللي في المطبخ، ودخل على عياله أوضة النوم علشان يكون مصيرهم نفس الكبار ويفرقوا الحياة. الساعات اللي فاتت كانت أول جلسات محاكمة الزوج من بعد حالته للمحكمة ومطالبات بالقصاص العادل، والكل منتظر يكون مصيره عشماوي. هو نفسه عارف ان مصيره عشماوي، مش هتصدق المتهم قال ايه قدام المحكمة. اعترافاته في النيابة حاجة واللي قاله قدام المحكمة حاجة تانية خالص. ايه علاقة الواقع بالاعمال اللي كانت معمولة لمراته؟ ازاي مراته كان لها علاقات غير اخلاقية؟ الغريب ان ابنه الناجي من الواقعة دي هو اللي حكاله عن افعال امه في غياب الاب. معقول؟ كل يوم مفاجآت بتحصل في واقعة الاسكندرية، وكواليس واسرار غريبة بتاخد القضية في حتة تانية خالص، زي حكاية إن الزوجة كان معمول لها عمل والمتهم مسحور. الحقيقة إن القضية مكتملة الأركان والأدلة كلها كانت ضده، وبتثبت ارتكابه للواقعة دي وإنهاء حياة أولاده ومراته وأهل مراته. علشان كده أمر نائب العام بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية. المتهم طلب يتكلم في أول جلساته وقال: في حد عمل لزوجتي ووقع بينا، وده خلاني ارتكب الواقعة دي. هي كانت عايزة تنقل لشقة تانية ومش هتقولي على مكانها. ده غير ان في كلام بيتقال عن علاقات مراتي وبيتهموها في شرفها، ولكن ده عار تماما عن الصحة. انا زوجتي بريئة من الافعال الغير اخلاقية دي، انا كنت معاها 24 ساعة على التليفون. استمعت هيئة المحكمة لشهادة شهود عيان الواقعة عن تفاصيل القضية، واتضح ان المتهم كان في خدمة وساب الخدمة بحجة انه رايح الحمام. المتهم خلال الادلاء باقواله قال ان اللي حصل كان بسبب معاناته خلال فترة عمله وعدم قدرته على الحصول على اجازة، وانه تعرض لضغوط كبيرة جدا وطلب نقله اكتر من مرة وما كانش في استجابة. قال كمان: انا بستغفر ربنا في كل صلاة ليها وفي كل توقيت بدعو لزوجتي، وبيأكد انه ارتكب الواقعة بسبب استخدام القوة الغير مرئية اللي كانت معمولة له. هيئة المحكمة استمعت لمرافعة المدعين بالحق المدني نيابة عن اسرة المجنى عليهم في القضية، وطلب فريق الدفاع بالقصاص من المتهم وبتعويض مالي قدره 100 مليون جنيه. طبعا كلام المتهم ده مش من فراغ، لأ، ده كان بعد اعتراف ابنه الصغير ياسين الناجي الوحيد من الواقعة اللي عمل نفسه فارق الحياة زيهم. قال قدام المحكمة: انا بلغت بابا ان في رجالة بيزوروا ماما في شقة البطاش، قال لي لو قلتولي من الاول كنت خلصت عليها وخدت حقي من الاول. بابا لما جه بيت جدتي قال انه معاه اداة الواقعة وهددني لو ماما عرفت هيخلص عليا انا الاول، ولو امك ما جاتش معايا هنهي حياتكم كلكم مرة واحدة. وفعلا ده اللي حصل، وده اللي اتقال في التحقيقات ان كان في تخطيط مسبق ومدبر. ولما وصل الشقة ابنهم ده كان قاعد على كرسي، وان والده دخل الحمام وخرج ماسك والدته من شعرها وخلص عليها. اول ما شفته بيضرب امي جريت على السرير، وكانوا اخواته بيتفرجوا على التلفزيون مش ملاحظين ان كل المتهمين في القضايا البشعة الاخيرة بيعلقوا اسباب ارتكابهم للواقعة دي على الاعمال واسترهاب القوة الخارقة، مش ملاحظين ان الموضوع زاد عن حده قوي، او يقولك بيعاني من مرض نفسي او كان بيتعاطى الممنوعات زي ما تم التحفظ على قطعة ممنوعات بعد ارتكابه للواقعة. كلها توليفات لا هتقدم ولا هتأخر في حكم المحكمة، واكيد هيكون مصيره عشماوي زي ما الكل بيطالب. ولا انتوا ايه رأيكم؟